من قناة الجديد مساء الخير. في عناوين هذه النشرة: إشكال فردي في الصوير البقاعية، 4 قتلى، عدد من الجرحى، 9 منازل محترقة، وانتشار للجيش. في الخاص: وتبقى الحياة في عينيه جميلة. المساعدات الفردية اللبنانية للنازحين تخطط سياسة وطوائف. تل أبيب تعترف: أحبطنا عملية تفجير إرهابية لحافلة في تل أبيب. بنغازي تسجل أول تفجير انتحاري، 10 قتلى بشاحنة مفخخة استهدفت مركزا للجيش الليبي. القاعدة تعتذر عن هجوم المستشفى باليمن وتعيد بفدية. تفاصيل هذه العناوين تتابعونها في النشرة بعد قليل.